تم افتتاح المكاتب المتنقلة اليوم بولاية أضرار صباحا من أمام المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باتجاه بلدية ولاد أحمد تيمي للمكتب المتنقل رقم 22 مختلط، وهذا بعد تحضير كل وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لانطلاق الاقتراع بولاية أضرار. المكاتب المتنقلة بولاية أضرار ينطلق فيها التصويت 24 ساعة قبل موعد التصويت العادي بالمكاتب العادية.